معرض القاهرة لما انتقل للمقر الجديد طبعا هو صار مميز من جميع النواحي، الجمهور مختلف طبعا، دور النشر التنظيم أيضا مختلف عن الدورات السابقة. حقيقة الجمهور المصري جمهور متذوق وباحث عن المعلومة، خصوصا فيما يتعلق بالتاريخ العماني، فيما يتعلق بالعديد من المجالات والمصادر الفكرية الموجودة هنا في الجناح. نهتم دائما معرض القاهرة الدولي للمشاركة فيه، لأنه هو ملتقى لجميع الناشرين العرب والأدباء والكتاب العرب اللي بيجوا على معرض القاهرة، والالتقاء بالناشرين المصريين كمان. المعرض هنا بجد يعني في كتب جميلة جدا، وخدت كذا نظرة عن كتاب، ويعني في كتب فعلا حلوة جدا، وأتمنى إن الناس كلها تنزل حتى لو كانت مش تشتري تتفرج بس. كتب كتير دون نشر أكتر المرة دي عن باقي المرات. أنا اشتريت حاجات كتيرة واستمتعت جدا. في كتب كتير نقدر نشتريها، وفي نوت بوكس وحاجات كتيرة جميلة جدا. الخصومات موجودة في كل حتة، الديسكاونتس كتير قوي. التاريخ سيشهد لمصر أنها لم تساوم على القضية الفلسطينية. التاريخ سيشهد لمصر أنها في عز أزمتها كانت الصوت العربي أو يمكن الصوت الأعلى في العالم المناصر للحق الفلسطيني. الصحافة المصرية والإعلام المصري بشكل عام قدم ملحمة في هذه الحرب، ولو خرجت الإعلام المصري من المعادلة تفتكر الرواية العالمية كده تبقى ايه. فرصة أيضا نؤكد الدور اللي لعبته مصر للساعد في تغير أو في تحول اتجاه عدد من دول العالم والرأي العام العالمي الخاص بالقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية. معرض القاهرة الدولي هذا العام أول مرة في تاريخه يفسح هذا المجال لندوات خاصة بدولة معينة بخلاف ضيف الشرف، هذا الذي نتوقعه دوما من مصر.